حزب النور دلوقتي سعيد جدا. قل لي مين كان يعرف حاجه عن المشايخ بتوع حزب النور. قل لي مين؟ ما فيش انت شايف ان الهجوم لا. اكسبهم دعايه واكسبهم تعاطفا. وتعاطفا وتواجدا. ده واحد واقف في الشارع عمال يصرخ طول النهار. الناس كلها فتحت البلكونات. ايه الراجل اللي عمال يصرخ ده؟ فعت... اه بس احنا عانينا من استخدام الدين ف... فازاي اقول للناس ما تحذرش من استخدام ما... الدين ما هو استخدام الدين هيستخدم الدين وهياخد اغلبيه أه. او كتله كبيره في البرلمان القادم ما حدش ضد الدين يا وائل لا تتصور ما... عشان كده بقول لك آه. استخدام الدين إز... ما... وليس الدين لا, أقول... يعني. لا تتصور ان حد في مواطن مصر في يوم من الايام مسيحي مسلم اي حاجه هيكون ضد الدين دي دي مساله لابد ان نحسبها والدين قوه فاعله اذا استخدمت صح واخد بالك ولادنا اللي عبروا كانوا بيقولوا بسم الله 6 اكتوبر اه ده الاهداف وطنيه مش اهداف سياسيه لا اهداف ان هو ممكن يموت شهيد في سبيل هذا الوطن بيضحي باغلى آه. ما يملك كويس فقضيه الدين استخدامه السيء ده دي قضيه تانية انما انا عايز اقول حاجه الناس دولا امام عمليه الترويج اللي بتحصل دي هم بيكسبوا التقدير الشخصي حزب النور والسلفيين وجماعة دول كلهم لو خدوا خمسين صوت في مجلس الشعب يبقى حدث تاريخي ما بين ثلاثين وخمسين 50 من خمسمية ما ياخدوش اكتر من كده طب هم بيقولوا نحن جزء من تحالف 30 ستة وما نتمسك بهذا التحالف وما زلنا انحزنا للوطن وانحزنا للقوات المسلحه في لحظه معينه ووقفنا ضد الاخوان بس الناس خصومهم بيقولوا لهم لا انتم تتحالفون سرا مع الاخوان هل ده صحيح لا ما هو انا دلوقتي حتى هو من غير الاخوان هو عنده طموح للسلطه ما اصل التيارات الاسلاميه كشفت عن وجهها دلوقتي الاسلام السياسي بدايه كان يقول لك انا انا اصلاحي انا عايز اصلح المجتمع قيم واخلاقيات بالدعوه و... بالدعوه وترشيد الناس وهو الاخر لكن هو جه حسمها في الاخر قال لك انا لا ده انا مش لازم اوصل للسلطه عشان اصلح قلب المعادله هو كان بيقول لك ان انا أصلح بقى دوري اقعد في الجامع واصلي وادعي الناس الى الفضيله واو الاخر وكل الناس ما كانتش بتعرض كده عايز طيب انما دلوقتي انت ده يعني هل تعتقد ان 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 السلفيين وحزب النور ما عندهمش طموح ان هم يلو عنق الحكومه وياخدوا مقاعد رغم 30 يونيو وغيره؟ لا طبعا. لا طيب في الجزء ده قبل قبل ما اسيبه واضح لك لما بتتكلم عن انه صلاحيات البرلمان القادم مع صلاحيات رئيس الحكومه تحول رئيس الجمهوريه الى يعني تضعف قوته في وقت يحتاج فيه الناس في ظل بناء مشروع وطني جديد نحتاج فيه الى قوه رئيس الجمهوريه تعتقد انه لجنة الخمسين وقعت في خطأ أنه يعني فيما يتعلق بتوزيع السلطات وقعت في هذا الخطأ وتطالب بإمكانية تعديل الدستور لا ما حدش يقدر يعدل الدستور دلوقتي خالص في الظرف الحالي ده أولا هو في ثغرات كتيرة طبعا في الدستور بس انت شايف توزيع الصلاحيات لو جاز لنا ان نراجع انفسنا هي, هي جارت قوي على رئيس الدولة جارت على رئيس الدولة اه الدول. طبعا في الدستورين في الاثنين على فكره امم في الدستور 12 و14 آه. بس في 14 الناس في هذه اللحظه يتعاملون مع الرئيس انه مشروع وطني يلتف حوله الناس وبالتالي تحتاج لان تعطيه الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ هذا المشروع الوطني شوف انا انا طبعا رغم تحفظي على المجلس وانه ممكن هو المشكلة أنه يكون مجلس ضعيف أصل السلطة الضعيفة حين تستخدم حقها بتبقى أسوأ أنواع السلطات يعني هو لو لو مجلس قوي أنا ما خافش من السلطات بتاعته واخد بالك لكن لو مجلس ضعيف تكوينا يعني هشا ممكن العبث بقى بالنسبة للسلطات دي كلها لكن انا انا شايف ان في بعض الضمانات بالنسبه لل للرئيس السيسي اولا هو ما زال بيتمتع بحشد جماهيري جيد ده احطه في الحساب يعني يعني الشعبيه ما زالت جارفه؟ لا وهي ورقه طبعا ورقه هي <applause> ورقه يعني فتخلي اي برلمان لا يصطدم بالظبط كده لان هو يعني هو قادر على تحريك الشارع مش الشارع اللي هيتحرك ضده بقى ما هو في فرق بين حاجتين حاكم يستطيع ان يحرك الشارع وشارع يستطيع ان يعصف بالحاكم ما دامش الحاكم في حمايه الشارع فهو في امان وده بيجي من ايه؟ كيف تحكم بقى؟ العداله بين الناس النزاهه في القرار مواجهه الفساد باي بشكل اي شكل من اشكاله الحرص على مصالح الناس توفير حياه كريمه